صباح الخير. بمناسبة الثامن من آذار ملتقى سيدات الأعمال بنظم بازار خاص بمشاريع نسائية ريادية. اليوم حناخدكم لحتى نتعرف على مشاريعهم وعلى قصص نجاح من وراء هاي المشاريع في هذا البازار. أنا اسمي ديما الطيبي، يسعد صباحكم أكيد وكل أوقاتكم. إحنا هون يا غالي جيفتس بنعمل هدايا بيرسونال للإنسان، بنحاول أنا حقيقة يعني وظيفتي الأساسية كنت أخصائية نفسية، فاستغليت هذا الجانب من دراستي وحاولت إني أعمل هدايا بيرسونالايزد وكستمايزد فعليا للشخص اللي بدنا نهديه. إحنا والله عندنا صابون هواش البلد النابلسي، إحنا مشتركين بالمعرض كل سنة بنشارك طبعا. مرحبا، اهلا وسهلا. شايفينك عم تشتغلي بالحنة واللي هي الاشي معروف بتراثنا الفلسطيني، فاحكي لنا شوي عن شغلك. هلا يا استاذتنا سوري مش قادره اطلع عليكي، بس انا بشتغل شغلي تقليدي جدا 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 ودارج بالتراث الفلسطيني، بس بطريقه غير طبعا. انت عارفه بالتراث الفلسطيني احنا متعودين على الحنة الحمراء، بس مؤخرا درج عندنا موديل حنة السوداء اللي هي دارجه بالخليج وبالكويت وابو ظبي وهون هون. اسمي جميلة دجاني، صاحبة مشروع تمور جميلة، عندي مزرعة بالعوجة، بعتني بالتمر وبنطفه وبلقطه، وبرضه طورت فكرة التمور غير انها التمور اللي نعرفها احنا. احنا حابين نعيد عليكي ما انه الثامن من آذار، وبدنا منك كمان كلمة للنساء، شو بتحبي تحكي بهاي المناسبة؟ كل سنة والنساء كلهم بخير، الام الاخت الجدة البنت وكل مكان، و كل واحدة فيهم بحب أقولها إنه أنت مميزة، والتميز لو ما انفعل كفعل بيكون موجود بشخصيتك. والله بقولهم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله العيد علينا وعليكم بالخير والصحه والسلامه. والله المراه العامله انها بتشوف حالها لما تطلع برا، بتتعرف على ناس، بتشوف الدنيا، لما تكون قاعده في البيت بتكون كثير محصوره ومضغوطه كثير، اما لما تشتغل بتحس حالها انها صار لها وجود. رساله المراه الفلسطينيه انه دائما خليكي قد حالك، خليكي قويه، ما تستسلمي، ما تفقد الامل باي شيء. خالتي حكيت لي انه من عمر 15 سنه وانت عندك مشروع بتشتغلي عليه اللي هو تطريز فلسطيني، فاليوم احنا بمناسبه يوم المراه العالم احنا بنقول لك كل عام وانت بخير. وانت شو بتحكي للنساء اليوم، للفلسطينيات وغير الفلسطينيات اللي عندهم مشاريعهم، للمراه العامله والمراه كمان ربه المنزل؟ انا بنصح كل وحده في ايدها صنعه يعني وفي وبتحب التراث الفلسطيني بالنسبه للمراه العامله إنها توجه لأي معرض اللي تفرد شخصيتها وتقول أنا صامت في وطني وأنا بشتغل وبعوزش إلا غير الشغل اللي أنا بشتغل فيه، يعني ما بستسلمش أنا ولا لأي حدا. أول نصيحة كل واحدة تطلع على نفسها، لأنه كل واحدة فينا فيها نقاط قوة كبيرة وتخليها قادرة تعمل كل شيء في الدنيا. فأنا بطلب من كل السيدات أكيد إنهم يلاقوا نقطة القوة وما يقولوا ما بنقدر، لا دايما تحكي أنا بقدر، وهي حتقدر ورح تبدع وتعمل إشي كتير حلو.